الاتحاد الأوروبي فرض هذا السبت تجميدا لأصول عدد من كبار المسؤولين الروس من بينهم رئيس جهاز الأمن الروسي FSB ألكسندر بورتينكوف ورئيس جهاز المخابرات الخارجية ميخائيل فرادكوف بورتينكوف وفرادكوف من بين 15 روسا واوكرانيا و18 شركه ومؤسسات اخرى ادرج اسمها في احدث قائمه للعقوبات نشرتها الصحيفه الرسميه للاتحاد الاوروبي. المفوضيه الاوروبيه الدراع التنفيذيه للاتحاد الاوروبي اقترحت تقييد دخول روسيا الى اسواق المال وقطاعات الدفاع وتكنولوجيا الطاقه الاوروبيه. رئيس وزراء هولندا مارك روتي عبر قائلا روسيا يمكنها تجنب عقوبة الاتحاد الاوروبي اذا توقفت عن تسليح الانفصال الاوكرانيين الموالين لموسكو <applause> كل المؤشرات تشير الى ان روسيا مستمره في تسليح الانفصاليين <applause> هناك مخرج سهل امام روسيا هو ان تنأى بنفسها عن الانفصاليين وان توقف تسليحهم <applause> حادث اسقاط الطائره الماليزيه التي كانت تقوم برحله بين امستردام وكوالالمبور في السابع عشر من الشهر الجاري في شرق اوكرانيا بصاروخ اطلقه على الارجح الانفصاليون الموالون لروسيا كان سبب في تشديد موقف قاده اوروبا في بروكسل